أنا ولدت طفلة سجى بكير. هي من البداية أنه هي عمرها 3 سنين كانت تعاني من مشكلة في عضلة فتحة الشرج، فأخذتها على المستشفى وحددوا لها موعد عملية. نجحت عملية بنتي، لحتى الآن بنتي ما شاء الله عليها، يعني حساها طبيعي جدا، يعني فيش أي مشكلة لحتى الآن بتواجه من السنة اللي فاتت لحتى الآن الحمد لله. قبل ما تعمل العملية وتنجح هذه كانت ما تروحش المدرسة كتير، كانت يعني يمكن 10 أيام تغيب ويوم تروح بعلم المدرسة يعني كانت، وبعدين كمان ما تلعبش كتير لأنه كان عندك النواحينا يعرفوا أنها مش قادرة، يقولها لا يا سجى أنت تلعبيش معانا أنت غير عنا. إيش تتصور إيش تتوقع أنه كانت هذه الحالة أكثر حاجة تأثرت فيها. الحمد لله بعد العملية يعني أمورها تمام، يعني الكل بيحبها، لقيت يعني بيختلف الإشي، الكل بيحبها، سيدها، ستاتها، عماتها، خالاتها، كلهم يعني بيموتوا عليها كثير، صحباتها هنا في المدرسة، كيف ما قالش لها حدا، هلقيت يعني كل يعني متجمع معها، بلعبها، بحبها. أنا بشكر أول حاجة بشكر طبعا الخدمة العامة، هي اللي ساهمت في مشروع بنتي، وبشكر مؤسسة باما إنها جاهدت وكل جهود وبذلت جهودها في إنها تسعى لبنتي وتعافت بنتي بسبب هذا الإشي يعني.